الأعلاف ومركزات الأعلاف وإضافات الأعلاف معفية من الـ VAT، ضريبة القيمة المضافة في الدنيا كلها، ومن أي رسوم ضريبية أو جمركية أخرى. ومن أي يعني في حاجات عليها رسوم جمركية طبقا لأن في كود للكيماويات، لأن في بعض الإضافات الأعلاف عبارة عن كيماويات زي الميثونين زي اللايسين زي الكولين، فدي يعني بيبقى عليها رسم وارد، يعني ضريبة جمركية بتبقى ضريبة جمركية بسيطة 2% 3% 5% بالكتير قوي، لكن مش قيمة مضافة، ما عليهاش 14% بالإضافة إلى هذا، يعني لأن ده بيرفع من القيمة الإجمالية لتكلفة العمل. أي نعم. وبالتالي بيأثر على تكلفة المنتج وبالتالي على سعر المنتج النهائي للمستهلك. أي نعم. يعني إعفائها من الضريبة الكبيرة دي كلها تصب في صالح المستهلك، كلها تصب في صالح يعني في المستهلك، صالح الأمن الغذائي للمواطن. بالضبط كده.